واحد من لاعبي الحسن يا كريم ايت محمد الى جانب عبد العالي الخنبوبي في الوسط بينما خطيره لامين جاكيتي جولا. القائم يحرم فريق الفتح الرباطي من الهدف ولكن على ما يبدو كانت هناك صافرة في الكرة الماضية. أول تهديد صريح من جانب الفريق العاصمي أيوب سكوما يلعب الكرة لإيفواري لامين دياكيتي المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديد سدد هذه الكرة. هذه الإعادة الباس من طرف أيوب سكوما والمناورة من الإيفواري لامين دياكيتي وسددها. القائم ينقذ القائد عبد الرحمن الحواصي بالعودة رغم الكم الهائل من الإصابات. تلعب هذه الضربة كيف كانت خطيرة. جول جول أول رباطي أيت الخرس يفتتح باب التهديد مشاهدينا الكرام. أيت الخرس بتسديدة قوية نعم تغالط الدفاع وحارس المرمى عبد الرحمن الحواصلي أفضلية رباطية عاصمية في حدود الدقيقة 38. الأبيض الرباطي يتمكن إذن من افتتاح باب التهديد في هذه الإعادة الأولى تسدى إلى عبد الرحمن الحواصلي والتسديدة بعد ذلك من المدافع. أيت الخرس اللاعب السابق لفريق اولمبيك اس في اس الشباك الاقدرية مانحا الافضلية للفرقة الرباطية بهذه الصورة. نعم جاءت التسديدة من المدافع السعد ايت الخرصة. نتيجة تتغير على بعد تقريبا 7 دقائق من نهاية شوط المباراة الاول. ورا في وسط الميدان لامين دياكيتي بينية ممتازة فرصة 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 هذا من فاتي فرصة غير معقول غير معقول. هدف ثاني كان ممكن ان يسهل المهمه للفتح الرباطي. كيف لهذه الفرصه ان تضيع هذه الاعاده مره اخرى. لامين يضرب بخطا الدفاع وصلت هنا لادم النفاتي في لحظه تردد ليسدد ليمرر. تاخر كثيرا ادم النفاتي وترك المجال لعناصر حسنية اقادير العوده بسرعه والدود عن المرمى. اوه ماذا ضيعت يا يوسف يا انوار. يبقي الامل للفريق السوسي ولكن العاصم لازال يضغط والثاني ممكن لكن بعيدة تماما عن المرمى فريق حسنية اقادير. خنبوبي ضعت الكرة هنا ضايعة من عناصر الحسنية. لامين يستفيد من الخطأ لامين جاكيتي وفرصة لازالت فرصة قائمة. هدف ثاني هدف ثاني عن طريق دام النفاتي. النفاتي قلت ومشاهدينا الكرام الفتح الرباطي بإمكانه يدون هدف ثاني لأنه كان الأفضل وكان الأخطر وكان الأقرب إلى أسيا الشباك. هذه الإعادة لامين دياكيتي والمتابعة من أيوب سكوما. يا سلام يا سلام على التمريرة يا سلام على الأسيست هنا من أيوب سكوما يفتح المجال لأدام نفاتي. نفاتي يرفعها على عبد الرحمن الحواصلي. ممتاز هذه العملية ممتاز هذه العملية والأداء الجماعي. لا يساند الجهة اليسرى هنا كذلك عبد الحكيم باسين تمشي كرة في وسط الميدان. كوي أشرف يرسلها في العمق فرصة أيوب ملوكي. أوه الملوكي مرة أخرى الملوكي مرة أخرى يسدد والمادي عبيد يتصدى في ثاني فرصة وثاني كرة للاعب ملوكي للانتصار. نعيش الدقيقة 78 من عمر المباراة. تمشي كرة الأمام خطأ في تمرير فرصة هدف ثالث. أوه هدف ثالث يضيع لولا عبد الرحمن الحواصلي. أخطاء تتكرر في نفس المكان بينما الفرصة لا زالت قائمة وبعدي يخرج بها. نعم بعدي في نهاية المطاف يخرج بيدي الكرة منقولة في وسط الميدان. دائما أكاديرية استلام من الملوكي ملوكي يعيدها عبد الحكيم باسين استلام على الجهة اليمنى. 12 دقيقة تفصيلنا. أمين الصديقي هو أمين الصديقي خلف هذه الكرة هو من سيسدد. جدار مشكل من 4 لاعبين. بوسليم يعطي إشارة التنفيذ لكن هناك صراع داخل منطقة الجزاء. إذن بوسليم يعطي الإشارة والصديق يسددها. فرصة فرصة فرصة
الدفاع يتدخل. خطيرة ديال الكرة، كان بإمكان دي حسنية جدير تقليص الفارق، وهنا يأتي التدخل من الصديق في حق لاعب أمين. هنا كرة راية بأدي في هذه اللقطة. الفحلي أيوب الملوكي، والفحلي فرصة مرة تالية. عموما مباراة للنسيان بالنسبة للحسنية، قلت هذه النتيجة تعود بالأساس إلى الغيابات الوازنة. نعم غينا مؤثرين، زيد على ذلك أنه بعض الأسماء تفتقد إلى التنافسية، وضف اليوم غاموندي لأنه لم تكن لديه خيارات، ومنح الانتصار هو السادس لاتحاد الفتح الرياضي، يرفع رصيده للنقطة 29 بينما حسنية أكادير رغم الهزيمة 8 ولكنه يبقى في المركز الثالث.